مركز محمد السادس بالمعمورة يدخل كرة القدم المغربية عهداً جديداً على مستوى التجهيزات والبنية التحتية، منشآت للإيواء وأخرى للتدريب، إضافة إلى مركز طبي متكامل وعدة مرافق أخرى تساهم في تحسين أداء اللاعبين وضمان تكوينهم وإعدادهم في أحسن الظروف. لازم نفتخروا بها احنا كرياضيين وكمغاربة، لأنه المغرب تيكون دائما سباق على المستوى الإفريقي، على مستوى يمكن نقول عربي، باش يمكن تنجز يعني معلمة من هذا القبيل ومن هذا وبهذا الصفات وبهذا المرافق اللي هي الحمد لله كتشرف المغرب على المستوى الإفريقي، ولا لأنه دائما كنتمي لهذا القارة. إنها لحظة مميزة جدا بالنسبة لكرة القدم المغربية بافتتاح هذا المركب التقني الرائع. صراحة إنه واحد من أفضل المنشآت الرياضية التي شاهدتها في حياتي. إنه هدية من طرف جلالة الملك محمد السادس لرئيس الجامعة. أتمنى أن نستفيد جميعا من هذه المعلمة الرياضية والعمل على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلا. أزيد من 600 مليون درهم رصدت لتصميم والتشييد وتجهيز هذه المنشأة الجديدة التي ستستفيد منها المنتخبات الوطنية بجميع فئاتها وأنواعها، بما في ذلك منتخبي الكرة الشاطئية والفوتسال. التكوين والتطبيب والإعداد البدني وإعادة التأهيل من بين الأدوار الجديدة لهذا المركز، فإلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا المركز في تطوير الكرة المغربية؟ لا يختلف اثنان أنه من بين المراكز العالمية والمراكز اللي عندها مواصفات غاية في الأهمية من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، لكن باش نقوله أنه هذا المركز بوحده غادي يطور كرة القدم الوطنية فأكيد لا. هذا مركز خاص بالمنتخب الوطني الأول، المنتخبات الوطنية، المنتخبات الأجنبية التي تريد أن تعسكر في المغرب. 4 ملاعب ذات العشب الطبيعي و3 أخرى بعشب اصطناعي، إضافة إلى ملعب مخطى وآخر يتوفر على عشب هجين لأول مرة في المغرب. كلها تجهيزات تضاف إلى أخرى لتجعل من هذا المركز نموذجاً من المستوى العالي وسط واقع كروي مغربي يعاني الكثير من المشاكل فيما يخص الممارسة والتكوين والتخطيط. أعتقد بأن هذا المستوى ديال التجهيزات المستوى العالي اللي كل متفق بأنه بمواصفات دولية في حاجة إلى مجهود كذلك على المستوى البشري. المستوى البشري على مستوى الأطر الإدارية، الأطر التقنية اللي كتشتغل، وهذه الأطر فروض أنها توفر فيها كذلك واحد مواصفات ديال الجودة وديال التكوين العالي باش نوصلوا في النهاية إلى خدمة المنتخبات الوطنية اللي قادرة أنها تحقق أمال ديال المغاربة جميع في تحقيق نتائج إيجابية. هذا المجهود كذلك في حاجة إلى منظومة تقنية تؤسس لواحد العهد جديد على مستوى التكوين، على مستوى التأطير اللي في حقيقة استطعناش بعد السنوات كلها من الممارسة أن نفرزوا واحد هوية مغربية على المستوى التقني. ما كيخصش عير نشوفوا احنا عير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي اللي تكلف بهاد الشبان هذا، فبالعكس حتى النوادي الأندية حتى هي خاصها تزيد تشتغل، حتى هي تزيد يعني حتى المؤطرين اللي غيكونوا في الأندية خصهم يكونوا كومبيتون يعني بالشواهد ديالهم اللي عندهم حتى هما باش يكونوا لنا لاعبين في المستوى الكبير يعني من جميع النواحي، ماشي غير تقنيا ولا تكتيكيا ولا ولديين يعني حتى ذهنيا. إضافة إلى ما ينتظر منه أن يقدم من خدمات للمنتخبات المغربية والإدارة التقنية الوطنية، فإن هذا المركز سيكون مفتوحا في وجه منتخبات أجنبية راغبة في إقامة معسكرات تدريبية.